تمام بخير. بون سلام. حنحاول ان شاء الله نحط لكم بصفة عامة كيف كنت نحضر في 15 20 يوم الاخرات ارباك. كنت صح بديت نحضر من بديت العام، لكن تعرفوا بنادم ينسى بنادم يتخلوط، وانا كنت انسانة ما نقراش بزاف سوايع في النهار، سما ما كنت نفوت 4 سوايع في الايام نورمال. في التالي تاع العام وليت نقرا 7 سوايع ونص 8 سوايع في 20 يوم. الحمد لله قديت نكمل ثلث البرنامج، خاطر الثلث الاخير اللي هو تاع الفصل الثالث ما قريتوش، ما لحقتش باش نكمله، واصلا كان محذوف تما ما زربتش روحي باش نلحق له. لكن نعطيكم كيف هدرت. كاين بزاف يسقسيو على المعدل اللي ديتو، دايما نديره لكم في هذوك التصاور الصغار اللي يجوا من فوق. انا الحمد لله جبت 17 في الباك بمشيئة من الله، وثانيا للشقاء والتعب والاجتهاد بعد مشيئة من الله، لانه بنادم اللي يشقى يجيب باذن الله. هذه دايما نقولها لكم، شحال ما تعياو في العام ان شاء الله تصيبوا في اخر السنه، عبا ما لازمش تستسلموا. دوك نحاول نحط لكم كيف كنت نقرا في التالي تاع العام، ودوك نقسمها لكم على شحال من فيديو باش ما نطولش عليكم في فيديو واحد فيه 30 دقيقة ولا 20 دقيقة. شحال من فيديو تاع 5 دقائق تبان لي مليحة، هذه هي. بعد ان شاء الله دوك نبدا نحطهم بالك من غدوة. يبقوا على خير، تصبحوا بخير.